بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك لأبنائي طلاب وطالبات جامعة شقرة بداية العام الدراسي الجديد، وأسأل الله عز وجل لهم عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح، وأحث أبنائي الطلبة على الحرص والاجتهاد والمثابرة. فهذا العام يشهد حراكا غير مسبوق في قطاع التعليم الجامعي للعمل على رفع الكفاءة التعليمية وضبط مخرجاته معرفيا ومهريا، حيث ركزت قرارات مجلس شؤون الجامعات الأخيرة على محور العملية التعليمية وهو الطالب، والعمل على إكسابه المعرفة والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل من خلال تخصصات نوعية ومتميزة كالتخصصات الصحية والهندسية والتقنية وبرامج تطبيقية تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أشكر جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وموظفين على العمل الدؤوب لتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة. وما هذه الحراك الذي يشهده قطاع التعليم إلا انعكاساً لاهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله بقطاع التعليم بدعم مستمر من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. وأشكر معالي وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ على المتابعة والتوجيه المستمر على تطبيق هذه التطلعات وتحقيقها على أرض الواقع. في الختام أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.